ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ده تالت رابع فيديو ليا على بابل جيمر. النهاردة هلعب لعبة باتمان اركام اوريجينز على البي سي بتاعي. هلعب جيم بلاي كده بسيطة، هتبقى ميشنز. يعني انا لسه في اول اللعبة، يعني حتى ما وصلتش كده لنصها، فبس يعني يا رب الفيديو يعجبكم. يلا بقى نلعب. عايزين نروح فين؟ المفروض دلوقتي ان انا في جامينج ديفايس، يعني في جهاز مخليني مش عارف اتحرك بالبات وينج بتاعتي، البات وينج اللي هي الطيارة بتاعت باتمان. فانا المفروض اروح للجامينج ديفايس ده، يعني زي ما بتقولوا كده، ايه، اشغله علشان اعرف احرك البات وينج. عايزين بقى كده ايه، شوية ايه ضرب كده وكومبات. خد يا خد يا لا خد يا اسطى خد يا، بصوا ده انا عالمي. ده انا عايز اقول لكم ان انا كمية العاب باتمان ان انا لعبتها، وانا بحب باتمان اوي. بصوا بقى دي، والريفرسل بقى، والتيك داونز. خد يا اسطى خد. عايزين بقى واحدة بيت داون كده بسيطة حلوة قوي. خد يا اسطى خد دي خد دي. بصوا بقى الحركة الجاية دي، ايه ده كلهم ماتوا؟ لا لسه. ده تعالى يا اسطى واحدة بقى كروز لاين. عارفين انتوا ممدوح خرج لما كان يقعد يقول لكم كروز لاين وكده؟ ايه ده، في ايه؟ مش عارف دوست. المفروض بقى اللي هناك ده يا جماعة، اللي هناك ده هو الجامينج ديفايس. انا بقى هرمي الباترينج دي علشان ايه، افتح الباب اللي هو اللي هناك ده واعرف اخش. اهو اهو، وندوس اكسلريت ونبهدل الديفايس كده. باب المفروض يفتح، المفروض يعني ولا ايه؟ اه اوبن دور. يلا اوبن. شايفين باتمان قوي ازاي يا جماعة؟ نطلع بقى ايه، بصوا بقى الجهاز اللي هستعمله ده، جهاز ايه بيعمل هاك لأي ديفايس انت عايزه، عشان ايه بتوا عارفين برضو باتمان هاكر قديم. يعني اعمل بقى ايه هاك. هو انت المفروض بقى في الهاك ده ان انت بتحاول تحط الحروف مع بعض. keep out، خد يلا خد دي. عارفين ان انا زي ما قلتلكوا انا جامد في الكومبات. بوم 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 انا بوم. يلا بقى كده واحدة خده ونزل بيه كروز لاين. بص الحركة الجاية دي بقى، بص الحركة الجاية دي، واحدة سوبر كيك كده ايه في راسه وقع اتفشخ. اوه يا نهار السنباد، ده انا جامد جدا. بص بقى ايه عندنا هنا، ايه انيميز كام واحد عندنا؟ واحد اتنين تلاتة، عندنا تلاتة معاهم مسدسات، فعشان اقتلهم بقى لازم اقتلهم وهم مش واخدين بالهم. انتوا عارفين بقى ان انا جامد جدا في الحاجات دي. عندنا فين فين هما؟ تلاتة. يلا بقى ناخد ده ناخد ده، سايلنت تيك داون، خده ونزل بيه. ناخد ده كمان، اوبا قلتلكوا انا جامد جدا جامد جدا. بس عارفين بقى احسن حاجة اصلا ان باتمان يعني مش يعني معلم في الحاجات دي، يعرف ايه يستخبى بقى من وراك وياخدك كده تيك داون من اي حتة. باتمان برضو مش اي حد. يلا ده بقى انا مستخسر بس ان انا اقتل من ورا، فهعمل له كده بيت داون. بوم شكرا ثانك يو كم اجين شكرا. ويا جماعة ده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم. وهو كده كان جيم بلاي كده حلو يعني كده وبسيط. نشوف اشوفكم بقى في الحلقات الجاية. ممكن العب باتمان او جي تي ايه، او انزل لكم اي لعبة انتوا عايزينها. اللي انتوا عايزينه اكتبوا لي في الكومنت تحت، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب، وباي باي.